18 شهراً تجاوزت فيها خسارة الاقتصاد السوري الخط الأحمر وباتت في مرحلة لا تحسد عليها، حيث قدرت خسائر الفترة الماضية ب50 مليار دولار بحسب عضو غرفة صناعة دمشق المعارض أحمد غنام الذي قدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد سقوط نظام الأسد بأكثر من 60 مليار دولار. هي ميزانية لا تستطيع سوريا توفيرها على حد تعبيره. تصريحات تزامنت مع الرفض المسبق لمشاركة روسيا والصين بإعادة الإعمار والمطالبة بإنشاء صندوق لدعم سوريا بمساهمة من بعض الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو ما تبحثه الاجتماعات المتتالية لمجموعة إعادة الإعمار الاقتصادي التابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري. هذه التقديرات المعلنة تعكس مدى خطورة الحال التي وصل إليها الاقتصاد في ظل تصريحات رسمية لا تعكس الصورة الحقيقية. ولعل تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالا لصحيفة فاينانشال تايمز عن أنه لا يزال هناك الكثير من الاحتياطات النقدية لمواصلة القتال ضد من أسماهم بالمتمردين بفضل خفض الإنفاق والمخزون الاحتياطي، وهذا أكبر دليل على محاولة التعمية على الحقائق الاقتصادية. ويجزم المراقبون أن حجم الخسائر في سوريا وتكلفة إعادة الإعمار قد ترتفع أكثر مع مواصلة قوات الأسد قصفها للمدن والأحياء التي تطالب بسقوط الأسد ونظامه الذي ينتهج سياسة هدم الأحياء كما في القابون وحي المشاعي بمدينة حماة، ليبلغ عدد الأبنية المهدمة والمتضررة في سوريا حوالي 2,065,000 بين منزل ومسجد وكنيسة ومدرسة وفقا لآخر مسح أجرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضلا عن المصانع التي توقفت جراء العمليات العسكرية والتي أدت إلى مزيد من خسائر الاقتصاد السوري.